السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل عليكم جميعا، يا رب الناس كلها تكون بخير ان شاء الله. النهاردة هندخل في الموضوع على طول، معانا حالة جديدة هنبتدي ان احنا نعالجها ان شاء الله بكل سهولة. انا ابتديت معاها من امبارح بس للأسف يعني ما صورتش الفيديو امبارح. دي حالة كانكر، دي عندها كانكر. احنا في الفيديو ده هنعرف نعالج الكانكر ازاي واسبابه، ويعني ليه الكانكر بيمسك الزغاليل في العمر ده. هنشوف مع بعض دلوقتي الاول الجوف او البق بتاع الزغلول من جوه، ونشوف يعني ايه كانكر. كانكر ده يعني يعني ايه، ناس تقول عليها تجبنات، ناس تقول عليها اي حاجة، بس هي شكلها بيكون عامل كده. تفتح بق الفرد تلاقي ايه جواه، الشكل ده تجبنات بيضة، تلاقي طالع من مناخيره تجبنات بيضة زي كده بالمنظر ده بالظبط. معلش انا عارف ان في ناس كتيرة بتحبش المناظر دي ولا انا، بس لازم نتعامل معاها بحرص لان دي روح. طبعا اول حاجة زي ما تعودنا هننظف الكلام ده كله، وهنبتدي ان احنا ننظفه. لازم ننظف ليه؟ لان الكانكر ده او التجبنات دي بتتكاثر. عارف يعني ايه بتتكاثر؟ يعني هي من نفسها بتزيد، يعني النهارده ممكن تلاقيها قليله، بكره ممكن تلاقيها انتشرت بشكل كبير. طب ده بسبب ايه بقى يا باشا؟ بسبب ان البكتيريا دي بتتكاثر. طب ايه اللي بيخليها تتكاثر؟ هنجيب البتاع اللي بننضف بيها وهنرجع نكمل كلامنا. هنبدا ان احنا ننضف المناخير. هي يعني بتطلع ننضف البق الاول عشان سهل، بالبتاع دي كده تبتدي ان انت ايه تطلع الحاجات دي. تكون حريص جدا ان هي ايه ما تتنطرش عند الحماية، من عند الارضية عالية. والموضوع بالنسبة لي ايه سهل، ننظف، لازم ننظف للأسف يعني، بس ايه عشان دي روح. معلش طبعا لازم تغسل ايدك بعد ما تعمل الكلام ده كله، سواء بتقرف او ما بتقرفش، عشان نقل الامراض وعشان صحتك عموما. يعني هو طبعا ما فيش امراض بتتنقل من الحمام للانسان، بس هي افضل يعني. ممكن تستخدم قطنة بدل الكلام ده كله للمناخير. والبق طبعا لازم سلكة الودان دي عشان تنظف البق. هو في البداية هتلاقي الكانكر بيطلع معاك بسهولة والبق بيكون نضيف شوية. تبتدي بقى يا باشا تديله ايه؟ تديله فلاجيل 250 ربع حباية. يعني ان شاء الله انا بصور الفيديو ده النهاردة وبكرة هنزله، هنشوف الكانكر هيكون عامل ازاي. ده اليوم التاني ما شاء الله، حطه في نفس المكان هنا اهو. التجمعات اللي في مناخيره خف شوية، التجمعات اللي في بقه ثواني اهي، اخف كتير عن امبارح. طبعا هنديله برضو ربع حباية فلاجيل 250 وتأكله. طبعا لو انت قطعت الجرعة بعد يومين، يعني النهاردة انت شفته اتحسن، بكرة ان شاء الله هيبقى افضل كتير. لو قطعت الجرعة هيرجع له الكانكر اقوى من الاول. انت الحل ان انت تعمل ايه؟ لازم انت تكمل على الاقل 4 ايام. ولازم تاني حاجة تهتم بالأكل، إن هو بياكل ليه؟ لأن سبب تكاثر الكانكر هو الجوع. الزغلول كل ما بيكون جعان وحصلته هو بص يعني عشان تعبان، متعرفش الكانكر ممكن يكون في زوره، منتشر في زوره، ممكن يكون في المعدة، هو بس هو أساسه من هنا. فما تتضايقش لو هو بيفلفط منك أو بيملص، عايز يملص منك وأنت بتأكله، إن هو تعبان بس هيتعود.
نبتدي ان احنا بعد ما اكلناه اهو، هو كل كده خلاص اهو، ابتدى هو اتغير حتى في الايه، في الفيديو. لو جيت بصيت عليه دلوقتي هتلاقي ايه، دفي زايد. ان الاكل لما تاكله باستمرار هتتجنب حتة الكنكر، وهتتجنب حتة ان هو ممكن يسقع منك ويموت. انا عموما بحب ادي الفلاجيل ده لاي زغلول من عمر بعد ال10 ايام، مش مشكلة، بديله ربع حباية. طب هوريكم شكل الفلاجيل برضو عشان تكون معايا. ده شكل الفلاجيل، فلاجيل 250. في ناس كتير بتجيب فلاجيل 500 وتدي نص حباية ولا ربع حباية ويقول لك انا اديت الجرعة مظبوط. لا، الجرعة كبيرة بتاعت ال500 ده اللي موجود، ده تجيبه فلاجيل 250. هتدي قد ايه؟ ربع حباية، حباية بتاعته صغيرة. نحاول افتحها، اهي الحباية بتاعته صغيرة. فلاجيل 250، ده اليوم الرابع. الزغلول ما شاء الله عليه اهو، طبعا جرعة فلاجيل ربع حباية 250. اهو جعان وعايز ياكل ومعدل نموه كويس، فرق كبير عن امبارح. واول نيجي نفتح بقى بقه، بص هو هيفتح لوحده. ثواني، مفيش اي حاجة، حتى مناخيره ما جمعتش زي امبارح ولا اول. تتنضف خلاص، مش هيجيب حاجة ايه، بكرة مش هتلاقي تراكمات. يعني في التأكيلة بتاعت المرة اللي قبل اللي فاتت او اول امبارح كان بيفلفص، انما دلوقتي بص اهو ادمن الميكس او ادمن التأكيلة. تروح فاتح بقه على طول وتظبط السرنجة وتروح ايه حاطط اهو، بس كده خلي بالك. ايوه طبعا، عشان ايه دي صغيرة. ما شاء الله اكل اكتر من امبارح وصحته. افضل بكتير من امبارح. بس هو ده الفكرة، فلاجيل 250 ربع حباية للكنكر. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لان بحاول على قد ما اقدر اوصل فكرة العلاج بالتجربة العملي مع بعض، عشان الموضوع مش بياخد وقت لو انت شخصت العلاج صح ومشيت صح. والحاجات اللي انا بقولها او اللي انا بوصفها زي الفلاجيل ده موجود في الصيدلية، زي الدوكسامايسين في الصيدلية، سيفوتاكس في الصيدلية، حاجات كتير كده موجودة جنبك في الصيدلية تنفع للحمام. اتمنى ان انت تشير الفيديو لو عجبك، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.